عفريب بيت نوم مليون ونص ما تنجمش تاخذها جديده مليون ونص، تاخذها ب 4 ملايين 5 ملايين 12 مليون. انا شفت انا نتاع شنو نتاع فريب كي كان ياخذوا ما لكيش تلقى حل الناس تخرج معناتها لحظه علاش تاخذها مستعمله كيما فما دي موبلون حتى السكره توريه التصوير يعمل لك كيفاه يصدع لك اخت ويبيع لك بخمس الحق مواد لا مواد باهيه مواد باهيه ايش يهمنا في المواد يا مطران يا مطران يا مطران ايش يهمنا في المواد ما احنا عرسين مطران ما انا ومرتي كي باش نعرسوا ونقولوا باش نعرسوا باللي فما شكون تعرس بذهب مزيف وبعد 3-4 سنين من العرس وما يعلم حد من العائله بعد 3-4 سنين شيله معناتها انا ومرتي نشريوا المبل هذا كي تحسن امورنا تو نزيدوا معناتها بلال يقصد نعملوا ان بودجي ونعرسوا به اسمعني باسعار تفاضليه يا سيدي باسعار تفاضليه بالاسعار الادنى العرس اقل شيء 30 مليون باش تعمل فيه حفله وباش شويه حلويات والحم الى اخره التكاليف نتاع العرس في تونس ولات باهظه الثمن ولات غاليه برشا العرس ما عادش عرس ولات صفقه تجاره واحد باش هاك انت في التسعينات 15 مليون ايه عاونوني عاونوني العائله لا لحظه العائله معناتها استنى بارك الله فيك معناتها تسمى بر يعني من التسعينات لليوم ولاو 30 معناتها سعر عادي فين تو 30 انا قلت لك تو اكثر من 30 يعني 12 مليون فك الوقت ذكر 12 مليون مش احسبهم نتاع تو عرس راقي ياسر عملته مطران نقصد انت قلت اقل حاجه 30 وانت عرست ب 15 معناتها كانك عرست اكثر من 30 ولا اذا كان في 15 فك الوقت هذاك وقت العلوش ب 80000 معناتها انت استمتعت بعرس راقي ما تبداش تنظر علينا تو يا ودي تعب العائله جاو فنانين ودنيا وكذا جاني كان حمدان الصعيدي نعاودها لك الفنان الوحيد حمدان الصعيدي وكان جا الفرق وقت قداش وقت 375 دينار الفرق غاليه وقت والله 375 دينار 375 من الغلاويين الثور العاصي هذاك العاصي ب 600000 ريت فك الوقت هذا تو 6 ملايين تو 6 ملايين 980 اي لبقيش عملت بهم شنو عملنا؟ تو 980 فرقة وعاصي عندنا عائلات كبيرة معنا يحضروا ويفرحوا وبارك الله فيهم مش فاهمني ما حاجات الاخرين خلصت باش وصلت ل 15 مليون الكل خالصين الغلاويين الفرقة الغيون مطران زاد ما تنجمش زاد شوية منطق تقول لي باغ اكزومبل العرس تو يتكلف 30 وتو يتكلف 50 وتو يتكلف 100 يتكلف اكثر لا ما يتكلفش اكثر لا سامحني ما يتكلفش اكثر انت يا مطران يهديك ربي يا اخي انا نخلص 5-10 ملايين نجم قادر نعمل عرس بكذا لا مطران زاد واحد يخلص 2 ملايين ولا 3 ملايين وتصدم على حاجات يا بلال نتاع تمشي تشري خاتم تحب تشري خاتم ب 5 ملايين زاد من بعد تقول لي تبلعت انا فيديو انت عندك عائله ولا نجم تشري خاتم مليون و200 باهي عندك عائله باش تعمل لهم عشاء ولا بيان سور وعائله نتصور كبيره لحظة. شوف العشاء قداش تكلف مطران 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 انا هذا عشاء برك انا ما عملتش لحن العشاء ما عملتش إيه؟ انا ما عملتش اكل الاكل بلاكيت طبعا فازت هذوك ما عملتهمش مثلا يا نوفل احنا تو انا ما عملتش احنا تو علاش عملت سهره برك عملت سهريه كبيره اي فقط يا نوفل اي معناتها كي نقولوا لك رانا نجموا نتحكموا نجموا نتحكموا الدنيا راهي غليت هذا متفقين فيه ولكن ما نقولوش اقل حاجه 30 40 فما شكون يعرس ب 10 فما شكون يعرس ب 100 فما شكون يعرس ب 10 وفما يعرس ب 100 اللي يخلص زوز ملايين ويعرس لحظه خلينا نفسر لك تفضل اللي يخلص هو مرته زوز ملايين ويعرسوا ب 50 هذوما مستهترين هذا باش يقعد 3 سنين وهو يخلص يعرس يا والله يقول لك حاجه من الطرايف العراس هذه والله باش نحكي لك معك تفضل تو الحجام اي كيف سيبش تحجم عنده عادي ب 15 ب 10 صحيح لا حتى ما نحكي قبل مثلا بالتاريخ 5000 4000 يعمل لك حجامه وتخرج على روحك كي تمشي على اساس عروس ب 50 ب 60 يمشي يقولوا ماليش عروس انا عندي صح نعملها هكا حجم حجامه عاديه فهمتي كيما هي برقشني شويه زقلمني فما حاجات ما عملتش حمام انا ما عملتش كذا معناتها فما حاجات نحيتهم وركزت اموري في سهريه واحده مثلا اي معناتها انا عملت بودجي اني نقعد 6-7 شهور بعد العرس نخلص كهو والباقي نستمتع به ونعيش حياتي ونخلي مصروف في الدار فما شكون يصرف جمعه بعد العرس ما عندوش ما يصرف حتى دينار معناتها راهو لهنا اغزر لي مطران خلينا نعملوا شويه توازن الدنيا غليت وكذا وكذا ولكن زاد المواطن مسؤول فما معقول المواطن مسؤول يا خويا ما عنديش امكانيات نعمل بلديه مرتي شاهي عرس نعمل السميق مينيموم نعمل كذا مرر له فمه
ما تقبلوا كده ما تعرش بها ما تخليش مره لك فمك ما تعرش بها ما تعرش هو سمحت ما تعرش بها استنى استنى واي زوز يعرش وعرس انا ومرتي ما يتدخل فيها حد قالوا مره لفمه امي تحب كذا امك تحب امشي اعمل حفله لامك ليه مطران مطران ما تحكمش يعني مطران قلنا خلي نحملوا شويه مسؤوليه للمواطن زاد يا نوفل العرس ما تنجمش تعرس هو عائلتين غاضبين يا ما يغلط عليك يا بلال خلينا نتكلم خلي بلال يتكلم تفضل مطران يا بلال اذا بنزوز ما همش متفاهمين المراه والراجل والعائلتين ما همش انتم عملتوا زواج فاشل وقداش قداش من عرس ليله العرس يسيبوا بعضهم لانه ما تفاهموش في حاجات بمعنى يا بلال المواطن يحليله يحليله المواطن مع انه يفرح ما باهي برشا انه يفرح يحليله ما عرفش يختار مرته الاسعار مرتفعه ما عرفش يختار مرته ساعه ما عرفش يختار رجلها ما عرفش يختار مرته ما عرفتش تختار رجلها كان يتعاركوا العرس والعائله ساعه لحظه باش نسلك انا امراه مش ماخذني ام راجلي وعليه تتغشش انا ما نحبش نعمل حفله شو مدخل ام راجلي شو مدخل فيها ما خاطر مسهره نتاع يا حماتي تحب تعمل حفله ادفع 20 مليون وعملها نسلك سؤال شنو هذا هاو خال هاو لهنا هاو لهنا هاو لهنا شوف شوف لهنيك يبدا كي تبدا انت تحب تعرس انا برانسيبي وهذا حياتي وهذا كيفاش عشت انت كي باش نعرس انا من دينار لاخر حاجه انت تكفل بها انا عملته اي انت تكفل بها انا عملته دونك لا كي تقول لي وقتها وامي وبابا قالوا لي اعمل اللي يردحك ومرتي دار مرتي قالوا لي انتم متفاهمين اعملوا اللي تحبوا يعني تجي تقول لي انت الراجل اذا مرتي انا مش راضيه من اللي باش نبداو نختاروا سلام مش راني مثلا ولا باش نشري لك خاتم ب 800 دينار اون اتوندون بالك بعد 4-5 سنين تسرح الامور ونشري لك الدنيا الكل من النهار الاول اذاك تجي تقول لي لا ما عينيش تعرف معناها ليه ما عينيش لا قدر الله غدوه طاحت بيا انا تمشي وتخلي صحيح تدوفر لو بون شوا العرس ماهوش راهو مش عركه راهو وفما العكس وفما العكس نتاعك اللي يبدا يهيب وباش نوفر لك كل شيء وكذا وما نعرف شنو ويعمل من حلاله وحرامي ويتسلف ويدخل روحه في دون ويعمل فما زاد الحاجه هذه حاجه بخاطر يسمعوا فينا برشا عباد مقبله على الزواج وفما دي جون يحبوا يعرسوا ومن حقهم يعرسوا والعرس حاجه باهيه بالنسبه لي يقول لك انا شريكه حياتي ولا البنيه اللي حبيتها وكذا نحبوا ناخذوا بعضنا ونحبوا نعملوا عائله راهو العرس تنجم وتتحكموا فيه وتنجم تعرس بالقليل تنجم تعرس بالبرشا تنجم تعرس لا بون جيستيون تعرف كيفاش تنجم تدوك مضبينا مضبينا هي الحكايه بسيطه جدا يلزم توضح من الاول بالكل صحيح خاطر علاش اللي قالوا زي ما ترى موجود راه فما ليله العرس ويمشي كل واحد يتبلبز خاطر علاش اولا فما الناس اللي كما نقولوا احنا الطفله ولا الطفل زعما ياخذ بالخاطر تقول له عزيزي راه والله اسمع شاهين فوزي بن كاميرا ولا فهمتي وشاهين نعرف شنو وكذا وانما فرحه عمر وليله واحده وكذا هو يمشي في الحكايه هذيك يوصل راس هو والعرس يلقى روحه حل ما عادش ينجم منين باش يخلص فهمتي ولا يولى لعصابه صح تتبدل الحكايه وخلي عاد كان جات اسمه وينو العلوش اللي قلت هذا علوش جايب نعرف شنو تو هذا فرقه جايبها نعرف شنو تو هذه ساله تو هذه كذا ندخلوا وقتها في حرك راني حضرت عليك قداش من عرس وزير العائله عنده كلمة دور كبير انا وعندي 50 عرس عرفت وتاكدت وتيقنت انه ما بعد ليله العرس اهم برشا من ذاك الليله ذيك تمشي على روح بعد ما بعد العرس طريقه عيشك طريقه عيشك الرفاهيه اللي باش توفرها العائله واضح يلا يلا كمل حكايه مطران نختموا بها يلا هذه كتبتها عندي جي 25 سنه في جهه من الجهات تخالفوا العائلتين على زوج صندق جازوز صدق ولا تصدق والله هذا صار يقول لك البيعه جازوز قالوا لازم تجيب زوج صندق جازوز قالوا ما عادش عندي فلوس قالوا صرفتهم انا في العرس واحد قالوا ما يهمنيش بل انت انا واخو راجل وشنو دخلت بعضها بطلوا الجار يشوفك المواطن المسكين هذاك الزوالي كيفاش اهانته العائله الاخرى على زوج صنادق جازوز قالوا تكون دي جوردي هبش نوريك واحده من بناتي اذا عجبتك ابعثك العائله هذيك استغل الفرصه لا لا كمل والله يا نوفل والله كان لقاهالك تنجب لك القصه اذا عجبتك تتزوج توا تتزوج نجيبوا العدول وتتزوج وسهل عليك كل شيء وفعلا ورب الذره نافعه يا نوفل
يلقى العائله هذه افضل والمراه هذه اجمل وكان باش يدخل على هذيك في النهار هذاك دخل على هذيك معرسين حق تبعها والله نوفل الله غالب الفايده في الهنا والفايده تعرف شكون تختار زاده مش من الاول هاني نحبك وتحبني ومن بعد بشويه تكتشف معناها فرنسا.